ما هي دلالات شطب إدارة بايدن للحوثيين من قائمة الإرهاب؟ دلالات ذلك أن السعودية ودول المنطقة سوف يحاولون التعاطي مع الموقف بأنفسهم، حيث أوضح الرئيس بايدن بأنه أنهى دعمه للتدخل السعودي في اليمن قبل يومين، حيث حدث هجوم من قبل مسيرة وتم رفع اسم الجماعة من قائمة الإرهاب، وذلك بسبب تقديم المساعدات الإنسانية، حيث توجد مشكلة عدم القدرة على تقديم المساعدات إلى البلاد، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تشاهد وترصد وترقب الوضع وتوفر الدعم الممكن، ولكن هذه عملية مستمرة في المنطقة. سيدة لوري، بعد الحديث عن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب حدث هجوم مأرب، هل هذا مؤشر لزيادة هجمات الحوثيين بعد هذا القرار؟ أنا أعتقد أن زيادة الهجمات تكون بسبب الدعم المقدم من إيران، وليس بالضرورة بشأن بدء المفاوضات والمناقشات مع دول الخليج في المنطقة، وعلى دول الخليج أن تعمل على تعزيز هذا الاتفاق، فمزيد من العقوبات على إيران أو توفير الخدمات الاستخباراتية للأطراف الفاعلة العاملة مع إسرائيل والإمارات وحتى دول مثل الأردن وغيرها من دول الجوار.